العالمين الامين واشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. ازي بشار؟ اتكلم باذن الله النهارده على محاضره جديده وعلى موضوع جديد. اتكلم على المحاضره الثانيه عندنا في مديول الرز بايوت. المحاضره بتاعتنا بعنوان النهارده بتتكلم على الهيموجلوبين. تاني الهيموجلوبين، وتقريبا اول ما يجي في سيره في اسمك سيره الهيموجلوبين هتلاقيك سمعته كتير في الفسيولوجي، وهتلاقيه بدا يتردد ان الهيموجلوبين ده بيكون موجود داخل خلايا الدم الحمراء، وغالبا ده اللي بيحدد لك نسبه الانيميا الموجوده في جسمك. انا ده مش علينا، بس بحاول افكر لك الاسم ده انت سمعته فين قبل كده. طيب بالنسبه للبايوكيمستري، انت عارف انك بتاخد التركيب بتاع الحاجات او اساس الموضوع، يعني مش بنتكلم على فسيولوجي ولا بنتعمق في الموضوع ده. فمبدئيا الهيموجلوبين ده تركيبه ايه؟ قال لك الهيموجلوبين ده عباره عن بروتين. تاني الهيموجلوبين ده عباره عن بروتين معقد، ولو انت تفتكر من السمستر الاولاني كنت بقول لك البروتين المعقد هو مركب يحتوي على جزء بروتيني وجزء غير بروتيني. الجزء البروتيني فهو الجلوبين. طيب الجزء الغير بروتيني هو الحديد او الهيم اللي بيمثل البروسيلا جروب. عظيم جدا، عظيم. طب مش بس كده، احنا عارفين قلت لك ان الجلوبين عباره عن بروتين، والبروتينات تتكون من مجموعه من الاحماض الامينيه، صح ولا غلطان؟ طيب قال لك الاحماض الامينيه دي بتبقى مرتبطه ما بينها وما بين بعضها بروابط بكتيريه. قال لك الروابط البكتيريه اللي بتربط الاحماض الامينيه اللي ما بينها وما بين بعضها، يعني اللي بتربط جزيئات الجلوبين مع بعضها، غنيه بنوعين من الاحماض الامينيه وهما الهيستيدين واللايسين. طب تعالى نشوف الكلام اللي انا بقوله موجود ولا لا. بيقول لك عندك ان الهيموجلوبين ده عباره عن مركب معقد كونجنجيتد بروتين. ده عشان خاطر الام سي كيو لو حب يرزل عليك من الترم الاولاني. قال لك بيحتوي على جزء بروتيني وهو الجلوبين، وجزء غير بروتيني وهو الهيم او الحديد ويمثل البروسيتيك جروب. طيب بيقول لك انك عندك الجلوبين عباره عن مجموعه من البروتينات، يعني تكون من مجموعه من الاحماض الامينيه. قال لك الرابطه البكتيريه اللي بتربط فيها البولي بيبتايد تشينز، قال لك بتحتوي على نوعين من الاحماض الامينيه او غنيه بنوعين من الاحماض الامينيه وهما الهيستيدين واللايسين. ام سي كيو الى ما لا نهايه. طيب تعالى نتكلم بقى بالتفصيل الممل على الموضوع ده. بيقول لك عندك الهيم وعندك الجلوبين. طيب مبدئيا تعالى ناخد الهيم او ناخد الجزء الكبير. الهيم لو انت تفتكر من المدول اللي فات كنا بنسميه اسمه ميتالو بيرفورين، وكنت بقول لك ايرن بيرفورين، هو عباره عن حديد ماسك مع بيرفورين. عظيم جدا كده، عظيم. طيب الحديد اهو عارفين ايه هو البيرفورين، برضه اتكلمنا عليه في المدول اللي فات، بس تعالى افكرك بيه. كان بيقول لك ان البيرفورين ده عباره عن مركب معقد بيتكون من اربع حلقات بايرول، لذلك بنسميهم تترا بايرول. تترا يعني أربعة. طيب الأربع حلقات دول بيكونوا مرتبطين مع بعضهم البعض ما بين كل حلقة أو حلقة بمجموعة مصيدين، يعني تلاقي كل حلقة من الأربعة ماسكة في الحلقة اللي جنبها مع مجموعة مصيدين. إذا نعرف نشبه مجموعة المصيدين ديت بإيه؟ بالكوبري اللي بيبقى رابط ما بين الحلقة والحلقة اللي جنبها. إذا كده إحنا خلصنا كلامنا على البيرفورين. طب بالنسبة للحديد؟ قال لك الحديد الأيرن بيبقى موجود في الصورة المختزلة الريديوست، يعني الصوره ايه برضه؟ قال لك اف اي موجب 2 الفيروس ايرون او الفيروس ستيل، وده مهم جدا عشان خاطر الام سي كيو. يعني ممكن لك في الام سي كيو الحديد موجود في البرفورين موجود في الفيروس ايرون ولا الفيريك ايرون؟ لا، الفيروس ايرون اللي هو اف اي موجب 2. عظيم جدا، عظيم. طيب الحديد بيمسك ازاي مع البرفورين؟ بكل بساطه بطريقه من الاثنين او بطريقتين. الطريقة الأولى إن كل حلقة بيرفورين موجود فيها ذرة نيتروجين، إذا بالتالي الأربع حلقات هيمسكوا مع الحديد من خلال ذرة النيتروجين، الحديد هيروح يمسك مع النيتروجين اللي موجودة في كل حلقة، إذا الحديد هيرتبط مع أربع ذرات نيتروجين عشان يمسك مع البيرفورين. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش قلت لك إن الرابطة البكتيرية غنية بحمض أمين الهيستيدين واللايسين؟ قال لك الهيستيدين ده هو أحد المركبات اللي بيحتوي على عنصر النيتروجين او على ذره نيتروجين، بيبقى موجود في حلقه اسمها ايميدازول ما تركزش فيها. قال لك الحديد بيروح برضه يرتبط مع ذره النيتروجين اللي موجوده في الهيستيدين. تمام، يبقى تاني علشان ما تتوهش، بكل بساطه عشان انت لما تتوهش منه. بيقول لك انك عندك الهيم ده عباره عن حديد ماسك مع بيرفورين. طيب اف اي بيرفورين، طب تركيب البيرفورين ايه؟ قال لك ده عباره عن مركب معقد بيتكون من اربع حلقات بايرول متصلين ببعض. متصلين ببعض ازاي؟ كل حلقه ماسكه مع الحلقه اللي جنبها بواسطه ميثايلين بريدج، يعني بواسطه مجموعه ميثايلين. طب بريدج دي جت منين؟ قلت لك ان كل حلقه بتتربط مع اللي جنبها في النص مجموعه ميثايلين رابطه بينها كانها كوبري. طيب الحديد قال لك بيبقى موجود في الحاله المتأينه اف اي موجب 2، يعني الحاله المختزله يعني الفيروس ستيت. طيب بترتبط ازاي مع البرفورين؟
ده من خلال ذره النيتروجين اللي بتبقى موجوده في حلقه البايرول اللي موجوده في البورفولين. اذا الاربع حلقات بايرول هيرتبطوا مع الحديد باربع ذرات نيتروجين، فور نيتروجين. طيب بجانب كده الحديد كمان بيروح يرتبط مع ذره النيتروجين اللي موجوده في حلقه الايميدازول اللي في الحمض الاميني بتاع الهيستيدين. طب الحمض الاميني ده موجود فين؟ في الحلقه البكتيريه الموجوده في البورفولين. عظيم جدا، عظيم. طب هو في الامتحان مش هيركز لك في الحته التحديديه، بس ركز ان الهيستيدين بس هو غني في السلسله دي. طب الجزء الثاني الجلوبين، ده جزء بسيط جدا. بتعرف ان الجلوبين هو عباره عن الجزء البروتين، بروتين بارت. طيب وهو قلت لك عباره عن مركب معقد ومركب كبير، فقال لك ان الجلوبين ده بيتركب من اربع روابط بكتيريه، اربعه بوليبيبتايد. طيب مش كل بوليبيبتايد كانت بتدي لنا جزء حديد، صح ولا غلطان؟ اذا اربع روابط بكتيريه هتدي لنا اربع جزيئات من الحديد، اذا اربع جزيئات من الهيم. يبقى ركز، الجلوبين عباره عن جزء البروتين ويتكون من اربع روابط بوليبيبتايد، وبعدين بيتكون من اربع جزيئات من الهيم. ده كله فين؟ في جزء الجلوبين الواحد. ده ام سي كيو بالهبل. فلكن الجلوبين عباره عن جزء البروتيني اللي موجود في الهيموجلوبين، وبيتركب من اربعه بوليبيبتايد. اذا بالتالي هيتركب من اربع جزيئات او اربع وحدات من الهيم. طيب اخر حاجه، قال لك ايه هو الانواع بتاعه الهيموجلوبين؟ قال لك بكل بساطه ان الهيموجلوبين الطبيعي بيحتوي على سلسلتين. ايه هما؟ قال لك بيحتوي على اربع سلاسل، يعني بيكون سلسلتين معروفتين زائد سلسلتين مختلفتين. ازاي؟ يعني قال لك بكل بساطه ممكن يبقى الفا وبيتا، او ممكن يبقى الفا وجاما، او ممكن يبقى الفا ودلتا. طب ده كله بيعتمد على النوع بتاع الهيموجلوبين اللي موجود. ازاي يا دكتور؟ تعالى هوري لك تحت ازاي الكلام ده، هتفهم السطر اللي فوق لما ننزل على الصفحه اللي تحت. طيب كنت بقول لك فوق ان عندك انواع الهيموجلوبين عباره عن اربع سلاسل او اربع وحدات، كل نوع بيتكون من اربع وحدات، وحدتين من نفس النوع وحدتين مختلفتين. ده بيترتب على النوع بتاع الهيموجلوبين. الوحدتين من نفس النوع هتلاقي كل انواع الهيموجلوبين الموجوده في الدنيا تحتوي على 2 الفا. طيب النوعين المختلفين، طب الوحدتين التانيين بقى بيتا جاما دلتا، كل الحاجات دي. عظيم جدا، عظيم. طب يا دكتور احنا عندنا الهيموجلوبين فيه كام نوع؟ قال لك بكل بساطه هنقسمها لقسمين. الهيموجلوبين الطبيعي قال لك عندك اربع انواع. طب غير الطبيعي عندك انواع كتيره جدا، بس هو هنا في المحاضره جاب لك نوعين بس. طب تعال بص انا جايبهم لك ازاي، او الطريقه اللي هقول لك بيها. مبدئيا على فكره محاضره النهارده محاضره خفيفه جدا، بس خدها بالاسلوب اللي بقول لك عليه. بيقول لك عندك الاربع انواع اللي هم الطبيعيين، هيموجلوبين A1، هيموجلوبين A2، هيموجلوبين F، هيموجلوبين A1C او جلايكوزيليتد هيموجلوبين. طيب ايه الموضوع بتاع كل دول؟ بكل بساطه انا قلت لك ان كل نوع من دول بيحتوي على اربع وحدات، فاول وحدتين بيكونوا الفا، يبقى بيتكون من وحدتين الفا، وقال لك بيتكون من وحدتين بيتا، يبقى الهيموجلوبين A1 بيتكون من 2 الفا و2 بيتا. عظيم جدا، عظيم. طيب الايه اختصار ادلت، يبقى الهيموجلوبين A1 من اسمها اللي هنشوفها في الامتحان معناها ان هو بيكون موجود في الناس الكبيره. تمام، تمام. طيب النسبه بتاعته قال لك من كام لكام؟ قال لك بتبقى موجوده من 90 ل 95% في الناس الكبيره. تلاقي الهيموجلوبين اللي موجود في الناس الكبيره هو هيموجلوبين A1. قال لك طب ال 5% الباقيين او 3% الباقيين راحوا فين؟ قال لك بيمثلهم الهيموجلوبين A2. هيموجلوبين A2 الايه برضه اختصار ادل. طب 2 ديت معناها انه بيكون موجود بنسبه اقل. عظيم جدا، عظيم. بتمثل كام النسبه ديت؟ قال لك 2.5%. طب تركيبها ايه؟ 2 الفا و 2 دلتا. يبقى كان الهيموجلوبين ايه 1 2 الفا و2 بيتا. طيب الهيموجلوبين ايه 2 2 الفا و2 دلتا. عظيم جدا، عظيم. طب تعال نخش على الهيموجلوبين اف. بيقول لك الهيموجلوبين اف، اف يعني فيتس، يعني بتبقى موجوده في الجنين. يبقى احنا خدناها من اسمها اف يعني فيتس، بتبقى موجوده في الحياه الجنينيه. تلاقي كل الهيموجلوبين اللي موجود في الاطفال نوعه من الهيموجلوبين اف. طيب التركيب بتاعه ايه؟ 2 الفا معروفين و 2 جاما. 2 الفا و2 جاما، اكتبها فوق هنا، زودها 2 الفا و2 جاما عشان يبقى كله موجود فوق. عظيم جدا، عظيم. قال لك بتلاقي دايما الاطفال بيظهر عندهم في مرحله الطفوله لحد ما يبقى الطفل عمره سنه، فيختفي ويتم استبداله بالهيموجلوبين A1 او الهيموجلوبين A2. عظيم جدا، عظيم. وقال لك ملحوظه كمان ان الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين اف اكبر من الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين A1. ازاي؟ يعني بكل بساطه بيمسك مع الاكسجين اكتر من الهيموجلوبين A1 ما بيمسك. يعني بمعنى اصح المره الثانيه ماسك في الاكسجين وثبت فيه، فما هوش هيسلمه للخلايا،
يبقى ديكريز اوتو ديليفري تو ذات تيشو. عظيم جدا عظيم. اخر نوع عندك من الانواع الطبيعيه هو الهيموجلوبين A1C او جلايكوزيليتد هيموجلوبين. طيب ده ايه يا دكتور؟ قال لك ده بكل بساطه عباره عن هيموجلوبين طبيعي. طيب امال ايه المشكله؟ قال لك بس ماسك معها سكر او سكريات موجوده في الجسم. طيب يا دكتور ده بيمثل كام؟ قال لك ده بيمثل من 3 ل 5% من كميه الهيموجلوبين اللي بتبقى موجوده في الجسم. طب هل له اهميه؟ قال لك بعض العلماء بداوا يستخدموه عشان يشخصوا بعض الامراض زي مرض السكر. مش انا قايل لك من شويه ان هو بيمسك مع السكريات الموجوده في الجسم؟ طيب مش الشخص اللي عنده مرض السكر بتبقى السكريات اللي في جسمه عاليه؟ اذا بالتالي لما السكر هيزيد فكميه كبيره هتمسك مع الهيموجلوبين، اذا الهيموجلوبين السكري اللي بيمسك مع السكر هيبدا يزيد. اذا النسبه دي تزيد على المعدل الطبيعي يبقى بالتالي الدكاتره عرفوا ان المريض ده عنده مرض السكر. قال لك النسبه الطبيعيه من 3 ل 5%. طيب لو زاد من 6 ل 15% اذا الف مبروك انت عندك مرض السكر. وخلي بالك بتعلى ال 20 و30 ده في الحالات اللي بتبقى منتهيه او الحالات الميته خالص. عظيم جدا عظيم. يبقى دول الاربع انواع الطبيعيين. تعال بسرعه رجع بيقول لك عندك هيموجلوبين A1 وهيموجلوبين A2. الهيموجلوبين A1 قال لك تركيبه بيكون الفا 2 الفا و2 بيتا، لكن عندك الهيموجلوبين A2 الفا و2 بيتا. طيب قال لك ايه كمان؟ قال لك الهيموجلوبين A1 بيكون موجود فيه الكبار بنسبه من 90 ل 95%. طيب النسبه الباقيه؟ قال لك بتلاقيها في الهيموجلوبين A2 بيبقى موجود في الكبار من نسبه 2.5%. طب نخش على الاطفال حبايبنا الصغيرين، قال لك بتلاقي فيها الهيموجلوبين F. طب تركيبه بيكون ايه؟ 2 الفا و2 جاما. قال لك كمان انه بيبقى موجود في الاطفال لحد عمر سنه في الحياه الجنينيه او في حياه الطفوله، ويبدا يختفي بعد ما يبقى الطفل عنده سنه، ويتم استبداله بيه يا اما الهيموجلوبين A1 او الهيموجلوبين A2. قال لك كمان ان الهيموجلوبين F الافينيتي بتاعته اكبر من الهيموجلوبين بتاع الكبار بتاع الاضل بتاع A1. يعني بمعنى صح بيمسك مع الاكسجين جامد قوي فما هواش بيسلمه للخلايا فبيقلل تسليم الاكسجين للخلايا. طيب خش على الهيموجلوبين السكري هيموجلوبين A1C او جلايكوزيليتد هيموجلوبين. قال لك ده هو عباره عن الهيموجلوبين الطبيعي لكن بيبقى موجود مع بعض السكريات فبنسميه هيموجلوبين سكري او جلايكوزيليتد هيموجلوبين. بيبقى ما بيمثل كام في الهيموجلوبين الطبيعي؟ قال لك تلاقي الهيموجلوبين الطبيعي تلاقي من 3 ل 5% منهم عباره عن هيموجلوبين سكري. لذلك بعض الناس اللي عندهم مرض السكر بيشت وزا دايابيتك ميلايتس لما تلاقي السكر بيزيد عندهم فتلاقي نسبه الهيموجلوبين السكري زادت من 6 ل 15%. اذا وقتها تعرف انك عندك مرض السكر. كل اللي بقوله ده مهم جدا جدا جدا. طيب ايه الحالتين غير الطبيعيتين بقى؟ بكل بساطه هو الطبيعي ان عندك جلفولين ماسك مع حديد، صح ولا غلطان؟ اذا غير الطبيعي معناه ان في حاجه اختلفت عن التركيب الطبيعي. هو هنا يا باشا جاب لك حالتين بس، حاله اسمها ميت هيموجلوبين وحاله اسمها هيموجلوبين اس. الميت هيموجلوبين ده التاني اسمه شوكليت كلر، يعني بتلاقي اللون بتاع الهيموجلوبين لونه بني، ده لو حب يلعبك في الام سي كيو. طب ايه الاختلاف ما بين ده وما بين الهيموجلوبين الطبيعي؟ مش انا يا صديقي قلت لك انك عندك في الهيموجلوبين الطبيعي بيكون الحديد اللي موجود اللي ماسك مع اللي بيكون ماسك مع البلفورين بيكون موجود في حاله ايه؟ فيروس ستيت اف اي موجب 2، يعني حصلت له عمليه اختزال عمليه ريدكشن. هنا بقى الميت هيموجلوبين قال لك لا، الحديد اللي بيكون موجود فيه كده اسمها هو هنا ميت، يبقى الاختلاف في الحديد. الحديد اللي بيكون موجود فيه بيبقى موجود في الحاله اف اي موجب 3، يعني حاله الفيريك ستيت، يعني ما حصلش اختزال، لا ده حصل اكسده اوكسيديشن. عظيم جدا كده عظيم. طب لما النسبه بتاعته بتبدا تزيد في الدم هتبقى الحاله اسمها ايه؟ ميت هيموجلوبينيميا، زياده نسبه الهيموجلوبين في الدم. قال لك النوع ده كمان ما بيعرفش يمسك مع الاكسجين. ام سي كيو ام سي كيو ام سي كيو، تعرف لي فيها ايه؟ ان الحديد حصلت له عمليه اكسده، يعني في الحاله فيريك ستيت، فيريك مش فيروس، ركز، اف اي موجب 3، وما هوش بيمسك مع الاكسجين. طب يا دكتور ديت خطيره؟ خطيره؟ معنى انه ما بيعرفش يمسك مع الاكسجين معناه انك ما عندكش هيموجلوبين اساسا، يعني انت في الضياع، انت خلصان اساسا، لو ما تدخلوش وبعدين لحقوا الحاله انت ممكن تموت في ساعتها، لان انت خلاص عندك مش عندك انيميا حتى، انت اصلا مش عندك مناعه اساسا. طيب الحاله اللي بعد كده بقى وهو الهيموجلوبين اس، تمام؟ تمام. طب ده بيختلف ايه عن الهيموجلوبين الطبيعي اللي بيبقى موجود في جسمك؟ قلنا ان الهيموجلوبين الطبيعي اللي بيبقى موجود في الناس الكبيره بيتكون من حاجتين، من سلسلتين الفا وسلسلتين بيتا. قال لك الهيموجلوبين اس الاختلاف بكل بساطه ان في طفره عندك في السلسله بيتا، يعني بيتا في موجود فيها طفره.
انا هقول لك الموضوع كمجمل بالزيادات اللي عليه، وفي الاخر هنحدد اللي موجود عندك. الهيموجلوبين اس بكل بساطه حصل طفره في الرابطه بيتا او في سلسله رقم بيتا، خاصه في الكودون السادس، فتم استبدال الحمض الاميني اللي هو الجلوتاميك اسيد بحمض اميني اسمه فالين. طب ايه المشكله يا دكتور؟ قال لك ان الجلوتاميك اسيد ده بكل بساطه قطبي بولر، فهو بيدوب. طيب ايه الفالين؟ قال لك نون بولر غير قطبي، فما هوش بيدوب، عامل زي الملح كده، فيترسب على الغشاء بتاع الخليه، فكل شويه يترسب يزيد يزيد لحد ما الخليه تبقى شكلها من جلي او شبه الموزه. عارف الموزه لما تلاقي لها الطرف بتاع الموزه اللي طالع فوق ده، فيبقى شبهها. طيب ده بيبقى اسمه شكل من جلي او حلزوني، فلحش كده بنسبب حاله اسمها سيكل سيل انيميا او سيكل سيل ديزيز. طيب قلت لك كلمه انيميا، ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك بكل بساطه لما الفالين يزيد فبيفضل يضغط على الغشاء بتاع الخليه لحد لما الضغط يزيد، فالغشاء ما يقدرش يستحمل ويبدا يتدمر ويقلل المرونه بتاعته اللي هي الاستستي. طب لما هيتدمر؟ قال لك في الحاله ديت خلايا الدم الحمراء هتتكسر، فكل الهيموجلوبين اللي فيها هيطلع بره، ففي الحاله ديت هيحصل عمليه هيموليسيس، تكسير خلايا الدم الحمراء، يعني حدوث انيميا. ده مش بس كده، ده ممكن كميه الهيموجلوبين اللي تطلع تبقى كبيره فتعمل انسداد لعمليه الاوعيه، ففي الحاله ديت تعمل عمليه اسكيميا، يعني نقص الدم في الاوعيه اللي تعدى عليها، فتبقى كده دخلتك في مشاكل كبيره جدا. ده كل ما يخص بالهيموجلوبين اس. طب يا دكتور انا ايه اللي عليا؟ ما تسكش عليا بالله عليك. بكل بساطه قلت لك وجود طفره في السلسله بيتا. تمام في الحاله دي بتؤدي الى حدوث مرض اسمه سيكل سيل انيميا. عظيم جدا، عظيم. طب لما كان الفالين اللي انا فهمت لك بقى بيترسب على سطح الخليه، يعني في الحاله دي بتبدا الخليه يبقى شكلها سيكلينج، بيبقى شكلها حلزوني. ليه؟ لان ضغط الاكسجين بيقل، لما كنا خدناه في الحديث في الموديول اللي فات. طب لما بيقل، قال لك في الحاله دي بيبدا الغشاء يتكسر والمرونه بتاعت الخليه الاليستيستي بتبدا تقل. طب في الحاله دي قال لك بتبدا بقى عشان هي قليله فما تعرفش تعدي جوه الخلايا، الشكل بتاعها بقى صلب ما يعرفش يتغير. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لك بتبدا تتكسر وتحصل لها عمليه هيموليسيس. طب لما هتتكسر، قال لك ممكن الهيموجلوبين اللي يطلع فيها يسد الاوعيه، يعمل عمليه اوكلوجن، ده كمان يعمل عمليه اسكيميا، الدم ما عادش يعرف يوصل للمنطقه دي. قال لك ملحوظه اخيره او معلومه اخيره، ان خلايا الدم الحمراء الطبيعيه بنسبه كبيره جدا فيها نسبه من المرونه، فبالتالي شكلها بيتغير حسب الاماكن اللي بتمر فيها في الاوعيه، بحيث لو ضيقه او واسعه شكلها بيتاقلم على المكان. عظيم جدا كده، عظيم. العنوان اللي بعد كده ازاي الهيموجلوبين بيرتبط مع الاكسجين. طيب هل انت مبدئيا اساسا تعرف ايه هي وظيفه الهيموجلوبين؟ لو انت جيت تفتكر وظيفه الهيموجلوبين لما كنت تسمع في الثانوي يقول لك رقم واحد حمل الاكسجين ونقله من الرئتين الى جميع وظائف الجسم. ده اللي عليك هنا. بقول لك بكل بساطه ان هو ان الهيموجلوبين بيروح يمسك مع الاكسجين في الرئتين. وقتها بيكون ضغط الاكسجين عالي. ويقوم واخد الاكسجين وينقله يوديه للخلايا بتاعت الجسم علشان الوظائف تحصل. في الحاله دي بيكون ضغط الاكسجين قليل فبالتالي الهيموجلوبين بيسيب الاكسجين. شوف انا قلت لك ايه؟ بيسيب. ده معناه ايه؟ ان اصلا ارتباط الهيموجلوبين بالاكسجين بيبقى ارتباط ضعيف وريفرسبل، يعني ينفع ينفصلوا عن بعض. لو انفصلوا عن بعض مفيش تغيير يحصل. يبقى الهيموجلوبين بيروح يمسك مع الاكسجين عند الرئتين، ياخده ينقله ويوديه عند خلايا الجسم، بيبدا بعدها ويبدا بعدها الضغط يبقى قليل، وقتها يسيب الاكسجين ينطلق. عظيم جدا، عظيم. طيب لما ايه اللي بيحصل للهيموجلوبين؟ قال لك الحديد اللي بيكون موجود فيه الهيموجلوبين سواء كان شايل اكسجين او مش شايل اكسجين، يعني اكسجينيتد او دي اكسجينيتد، بيفضل في الحاله اف اي موجب 2 في حاله الفيروس ستيت. عظيم جدا، عظيم. طيب الاكسجين بيرتبط مع هيموجلوبين، صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب وبعدين بيرتبط مع حديد، يعني الحديده بيرتبط مع اكسجين. طيب جزيء الهيم فيه كام حديد؟ فيه حديد واحد، صح ولا غلطان؟ اذا جزيء الهيم بيرتبط مع اكسجين، كل جزيء هيم بيرتبط مع اكسجين. طيب مركب الهيموجلوبين بيحتوي على كام هيم؟ بيحتوي على 4 هيم. اذا الهيموجلوبين بيرتبط مع 4 جزيئات من الاكسجين. عظيم جدا، عظيم. تاني الهيموجلوبين بيرتبط مع 4 جزيئات من الاكسجين، يبقى احنا كده كل اللي قلناه الهيموجلوبين او جلوبين كله بيرتبط مع 4. عظيم جدا، عظيم. طب الاربع ذرات بتوع الاكسجين دول هل بيرتبطوا مره واحده ولا بيرتبطوا تباعا واحده تلو الاخرى؟ قال لك لا، بيرتبطوا واحده تلو الاخرى، وكل واحده بتحفز ارتباط زميلتها الثانيه، فقال لك كل ما الاكسجين يرتبط بالهيموجلوبين ده بيزود الافينيتي بتاعت ارتباط الاكسجين بالهيموجلوبين، يعني بيزود الارتباط، يعني الاكسجين الاولى ترتبط تحفز ارتباط الاكسجين الثانيه، وده اللي اسمه هيم هيم انتر اكشن، يعني بمعنى صح كل جزيء هيم
بيسهل ارتباط الاكسجين اللي موجود في الهيم اللي بعده وهكذا. يبقى تعالى تاني عندك الكلام اللي موجود بكل بساطه، قلت لك انك عندك الهيموجلوبين بيرتبط مع الاكسجين عند الرئتين او عند اللنج، وده بيكون الضغط بتاع الاكسجين عالي ويشتغل يوديه عند الخلايا وعشان ينطلق، وقتها بيكون ضغط الاكسجين قليل. معنى قلت لك انه بيسيبه يبقى وقتها كان الارتباط بتاعهم ضعيف لوز وريفرسبل، يعني ينفع تفصلهم عن بعض من غير ان يحدث اي تغيير. طبعا كلمتين موجودين ما لهمش اي لازمه، بيقول لك ده كده بيوفر الوسيله الصحيحه او الفعاله انك تنقل الاكسجين الى جميع الخلايا. ما انا قلت لك فوق اساسا ديت وظيفه الهيموجلوبين. طب لما هو نقل الاكسجين او قبل ما ينقله، يعني قبل ما الهيموجلوبين يبقى شايل الاكسجين او بعد لما شاله، كده كده الحديد بيفضل في الحاله الفيروس ستيت، سواء كان شايل مش شايل اكسجين دي اوكسجينيتد او شايل اكسجين اوكسجينيتد. طيب قلت لك انك عندك كل جزئين بيحتوي على حديده واحده، اذا بمعنى اصح جزيء الهيم بيرتبط معاه اكسجين. طيب الهيموجلوبين بيحتوي على اربعه هيم، اذا الهيموجلوبين بيرتبط مع اربع جزيئات من الاكسجين. طب يا دكتور هل كل اكسجينه بترتبط لوحدها ولا الاربعه بترتبط مره واحده؟ قال لك لا، كل واحده بترتبط لوحدها، ولما الاربع وحدات بيرتبطوا قال لك ده بيحفز ارتباط الاكسجين الثانيه، يعني بيزود الافينيتي، انكريز اوكسجين افينيتي. ده معناه ايه؟ ان الاكسجين الاولى ترتبط تحفز ارتباط الثانيه، الثانيه ترتبط تحفز ارتباط الثالث وهكذا، وده اسمه هيم هيم انتراكشن. كده خلصناها بطريقه بسيطه جدا وسلسه. غالبا في الامتحان مش اصلا بيضطر الحته دي. طب تعالى نخش الحته اللي جايبها لك في الامتحان. الهيموجلوبين له حاله من الاثنين، رقم واحد لا اما يبقى شايل اكسجين لا اما مش شايل اكسجين. لو شايل اكسجين يعني مرتاح وعارف ياخد نفسه، فيبقى اسمها ار ستيت، يعني ريلاكسيد ستيت، حاله الريلاكسيشن، حاله الاسترخاء، ار اختصار ريلاكسيشن. طيب الحاله الثانيه وهو مش شايل اكسجين، دي اوكسجينيتد، دي بتبقى اسمها تي ستيت. طيب التي اختصار ايه؟ اختصار تنس او طول، معناها شديد او معنى صح معناها مضغوط. تمام، يبقى الار ستيت الريلاكسد يعني شايل اكسجين اوكسجينيتد. طب التي ستيت التنس او الطول يعني دي اوكسجينيتد. طب تعال نخش على اخر موضوع موجود عندنا في المحاضره بتاعه النهارده. طب يا دكتور انت بتقول لي ان الهيموجلوبين يمسك مع اكسجين، طب هل في بعض الحالات ان الهيموجلوبين يمسك فيها مع حاجات ثانيه؟ قال لك طبعا. قال لك في عندك ان الهيموجلوبين ممكن يمسك مع حديد ميت هيموجلوبين، ودي انا قلتها لك فوق من الانواع غير الطبيعيه الاب نورمال. طيب خليها في جنب لان في الاخر هنقوله في كلمتين، لان احنا اصلا هنكرر نفس الكلام اللي قلناه فوق. او ممكن الهيموجلوبين يمسك مع اول اكسيد الكربون او مع ثاني اكسيد الكربون، ده الكلام الجديد. ممكن يمسك مع اول اكسيد الكربون، ففي الحاله ديت هيكون لك كربوكسي هيموجلوبين او كربونيل هيموجلوبين. عظيم جدا، عظيم. طب قال لك احنا كنا خدنا فوق ان الهيموجلوبين لما بيمسك مع الاكسجين بيكون الارتباط ضعيف لوز اند ريفرسبل، يعني لما بيتفصل عن بعض مفيش ضرر بيحصل. هنا لا، ارتباط الهيموجلوبين مع اول اكسيد الكربون مع السي او قال لك قوي جدا مالتش فيربر. ده مش بس كده، ده كمان قال لك نوت ريفرسبل، يعني ريفرسبل يعني ما ينفعش تفصلهم عن بعض، او لما تفصلهم عن بعض التاثير ما هوش بيرجع تاني. ده مش بس كده، ده قال لك ان ارتباط الهيموجلوبين مع اول اكسيد الكربون اقوى ب 210 مره من ارتباط الهيموجلوبين مع مع الاكسجين. يعني بمعنى صح ارتباط الهيموجلوبين مع السي او مور افينيتي ذان ارتباط الهيموجلوبين مع الاكسجين. طيب قال لك كمان ان ارتباط الهيموجلوبين مع اول اكسيد الكربون ده ممكن ينتج عنه فعل مميت او فعل يعمل عمليه تسمم ليسل اكشن يسبب الوفاه. ليه؟ لان بكل بساطه في الحاله ديت انت بتوقف انزيمات السيتوكروم اوكسيديز، وديت الانزيمات اللي كانت بتدخل في الالكترون ترانسبورت تشين، سلسله نقل الالكترون. في الحاله ديت بتوقف عمليه التنفس الخلوي، يعني العمليات الحيويه بتبدا تقف. قال لك والله يا دكتور والله يعني في الحاله ديت ارتباط الهيموجلوبين مع اكسيد الكربون بيسبب حالات الوفاه. ده مش بس كده، ده كمان ممكن يسبب حالات التسمم، وده بيكون خطير جدا في الحياه بتاعتنا. طيب قال لك كمان انك عندك الكربون مونوكسيد او اول اكسيد الكربون خطورته في ايه؟ ان لا هو له لون ولا له ريحه، فاذا بالتالي بتصاب فيه او بيدخل جوه جسمك من غير ما انت تحس انك شميته اساسا. يعني مثلا لما تلاقي بعض العربيات اللي بيطلع من الشكمان بتاعها ده بيبقى ثاني اكسيد الكربون، فانت له لون اسود وله ريحه وحشه، فانت تعرف تبعد عنها تكتم مناخيرك، لكن اول اكسيد الكربون لا 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 مفيش اي كلام، ده بيدخل جسمك من غير ما تحس. عظيم جدا، عظيم. طب تعالى نخش على الثاني اللي هو لما الهيموجلوبين بيرتبط مع ثاني اكسيد الكربون.
قال لك بكل بساطه الهيموجلوبين بيرتبط مع ثاني اكسيد الكربون عشان يكون لك مركب اسمه كربامينو هيموجلوبين. بس في الحاله ديت احنا قلنا ان الهيموجلوبين عباره عن جزئين هيم زائد جلوبين. قال لك بيجي ثاني اكسيد الكربون بيرتبط مع الجلوبين وبيسيب الهيم، او بيفضل انه يرتبط مع الجلوبين اكتر من الهيم. طب بيرتبط بايه في الجلوبين؟ مش الجلوبين ده عباره عن بروتين؟ اذا في احماض امينيه، والحمض الاميني في مجموعه الامين ال NH2 بيروح يرتبط مع مجموعه الامين. طب تعالى بسرعه لمات الكلام اللي انا قلته لك ده. قلت لك انك عندك ممكن يرتبط مع اول اكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون. اول اكسيد الكربون الكربون مونوكسيد، قلت لك ان الارتباط بتاعه اقوى بكتير جدا ونوت ريفرسابل من ارتباطه مع الاكسجين. ده مش بس كده، ده بيكون ارتباطه مع اول اكسيد الكربون او مع الهيموجلوبين اكتر ب 210 مره من ارتباط الهيموجلوبين مع الاكسجين، يعني بمعنى صح ممكن يكتب لك هنا مور افينيتي. طيب قال لك كمان ان هو بيسبب حالات وفاه او له اثر بيسبب اضرار الوفاه، سببها ان هو بيوقف عمل انزيمات السيتوكروم اكسيديز اللي كانت بتدخل في سلسله نقل الالكترون، وفي الحاله ديت بيوقف عمليه التنفس بتاع الخلايا السيلولار ريسبيريشن. ده كمان بتسبب بعض حالات التسمم، وديت حاله شائعه جدا والدكتوره بتاعت المحاضره حطها لكم كيس اساسا على التسمم بواسطه اول اكسيد الكربون. طب اول اكسيد الكربون بيسبب التسمم ليه وضار جدا ليه؟ لانه بكل بساطه ده ليس له لون وليس له رائحه. كالرلس اند اودرلس، يعني يدخل جسمك من غير ما تحس، يبقى موجود قدامك وانت تشمه من غير ما تعرف انك خدت ماده سامه، تمام؟ لان اصلا اول اكسيد الكربون عباره عن ماده سامه. طب لما يرتبط مع ثاني اكسيد الكربون قال لك هيكون لك مركب اسمه كربامينو هيموجلوبين، ولكن نظرا ان الهيموجلوبين بيحتوي على الهيم زائد الجلوبين، ثاني اكسيد الكربون بيروح يمسك مع الجلوبين وبيفضل انه يرتبط بيه عن ما يرتبط بالهيم. طب بيرتبط بايه في الجلوبين؟ بيرتبط بمجموعه الامين NH2. طب اخر حاجه خالص الميت هيموجلوبين، قلت لك فوق ان ده عباره عن بيختلف عن الهيموجلوبين الطبيعي، ان الحديد هنا موجود في الحاله فيريك ستيت FE موجب 3، يعني حصل له عمليه اوكسيديشن فادالك ميت هيموجلوبين اللي ما هواش بيرتبط بالاكسجين. انا قايل لك الكلام ده كله فوق بالنص. طب سبب الحاله دي كلها ايه؟ بكل بساطه بعض الادويه زي النيتريت او بعض المركبات الضاره اللي بتبقى موجوده جوه جسمك زي ال H2O2 اللي كان بيسبب لك انيميا الفول او الفيفيزم، واللي كان بيكسر خلايا الدم الحمراء كده. لو ظبطنا المحاضره كلها تقريبا ما سبناش فيها حاجه، نتقابل في المحاضره الجايه باذن الله.